السلام عليكم تلامذة المستوى الثاني بكالوريا المقبلون إن شاء الله على اجتياز مبارة ولوج كلية الطب والصيدلة وكذا كلية طب الأسنان. مرحبا بكم في هذا النماذج إن شاء الله اللي غادي نحاولوا نخدموها تيزونسومبل باش تستافدوا من هذه النماذج ومن نوع الأسئلة اللي كيتطرحوا في هذه المبارات وتحيطوا بلي بيج كاملين اللي ممكن تلقاوهم في التمارين. كما كنعرفوا جميع بان مباراه ولوج كليه الطب والصيدله وكذا كليه الطب الاسنان او الطب العسكري يعني المترشح كيتمتحن في 4 ديال المواد: تمرين خاص بالفيزياء، تمرين خاص بالكيمياء، ثم تمرين في الرياضيات، وتمرين في علوم الحياه والارض. المده المخصصه لكل تمرين هي 30 دقيقه، وبالتالي المباراه ككل يعني التلميذ كيتمتحن في ساعتين، يعني كيكون شويه هنا العائق الزمني. ولكن المترشح الى خدم واحد عدد كبير من النماذج وحق بجميع انواع الاسئله اللي كيتطرحوا عارف يدير دي كالكول يعني دي زابليكاسيون نيميريك مونطالمون بالحساب الذهني، حيت راه الاله الحاسبه غير مسموح بها، غادي يمكن يعني يدبر الزمن ديالو ويسالي الامتحان في ساعتين بدون اي صعوبه. التمارين يعني الاسئله كيكونوا في المستوى سو فورم دي كو سي ام، غير خص التلميذ يدير واحد لا بريباراسيون للبروغرام كامل ديال الثانيه بكالوريا ويبريباري ايضا التدبير الزمني. دونك خليكم معايا في هذا النموذج. اذا هنا مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة بالنسبة لهذه المدن: مراكش، فاس، وجدة، الرباط، الخاص بسنة 2015-2016. اذا هناك مادة الرياضيات، اي تمرين في الرياضيات، تمرين في الفيزياء، في الكيمياء، وكذا تمرين في علوم الحياة والأرض. انا غادي نحاول نبقى ندير معكم لا كوريكسيون ديال تمرينين الفيزياء والكيمياء. اذا على بركة الله غادي نبداو بلا كيستيون 1 في مادة الفيزياء. اطلق شخص صيحة يعني واحد الموجة صوتية، واحد الصوت في اتجاه جبل يبعد عنه بمسافة دي، يعني وقف قدام واحد الجبل وطلق واحد الصيحة، رفع الصوت ديالو. المدة الزمنية بين لحظة انطلاق الصوت ولحظة استقبال صدى الصوت من طرف هذا الشخص هي دلتا تي كتساوي 3.5 سكوند. إذا هنا السؤال: المسافة دي بين الشخص والجبل هي 1155 متر أو 580.5 متر أو 577.5 متر أم 5000 متر، علما أن سرعة الصوت في هذا المكان هو 330 متر بار سكوند. إذن دائما كنلاحظوا فاش كنوقفوا قدام شي صخرة في واحد الجبل وكنرفعوا الصوت ديالنا، الصوت ديالنا فاش كيضرب في الصخرة في الجبل كيرجع، يعني الصوت دار واحد يعني هاد الموجة الصوتية دارت واحد البروباغاسيون ديال الي غوتو، الصوت مشى ورجع. دونك الصوت باش كيمشي انطلاقا من المست يعني انطلاقا من الشخص اللي حدث هذا الصوت الى الجبل راه غادي بواحد المسافة دي، فاش كيتلاقى بداك الجبل كيتصادم بالجبل كيرجع لوكو يعني الصدى كيرجع. دونك غادي بالمسافة دي ورجع بالمسافة دي. دونك المسافة المقطوعة في لالي غوتور هي دو فوا دي، يعني لا ديستونس بليس لا ديستونس هي دو فوا لا ديستونس، خلال مدة هاد دو دي خلال مدة زمنية 3.5 سكوند. دابا باش نحسبوا هاد المسافة دي غادي نديرو يعني لا غولاسيون المعروفة، لا فيتيس كتساوي لا ديستونس سيغ لو طون. هنا لا ديستونس نضربوها في جوج حيت كما قلت لكم هاد المدة 3.5 سكوند راه فيها الي غوتور مشى الصوت يرجع. دونك في ايتيغال دو فوا لا ديستونس ديفيزي سيغ دلتا تي، سي بون، في ايتيغال دو فوا دي سيغ دلتا تي. دونك دي لا ديستونس دي اللي كنقلبو عليها هي في لا فيتيس فوا دلتا تي سيغ دو، ولا درنا ابليكاسيون نيميريك هي 330 فوا لو طون دو باركور هي 3.5 سكوند ديفيزي سيغ دو اللي كتعطيك 577.5 متر. دونك الجواب الصحيح هو سي. لا كيستيون 2، هنا التعبير الحرفي للمعادله الزمنيه لافصل حركه مستقيميه متغيره بانتظام واحد لو موفمون يعني ريكتيليني واحد الموفمون ريكتيليني دو مومون فاريابل هي ا تي بلس في زيرو او بيان
moins 1 demi fois a fois t au carré plus v0t plus x0, ou bien x est égal à m fois a, ou bien 1 demi fois a fois t au carré plus v0t plus x0. Ou là, il y en a toutes les réponses sont fausses. Voilà, il y en a toutes les réponses sont fausses. دونك كاملين كنعرفوا بان فاش كتكون عندنا الطبيعه ديال الحركه مستقيمه متغيره بانتظام فالمعادله الزمنيه تكتب على الشكل التالي 1 على 2 فوا لاكسيليراسيون التسارع في المده اوكاري بليس لا فيتيسي انيسيال ا لانستون تي ايغال 0 اللي هي في 0 فوا لو طون بليس اكس 0. دونك الجواب الصحيح هو دي. هذه هي المعادله الزمنيه لواحد الحركه مستقيمه متغيره بانتظام راه معروفه. لا كيستيون 3 قالوا لنا بان موجة ضوئية ترددها n كيساوي 4.5 × 10 أس 14 هرتز وطولها يعني طول الموجة ديال هذه الموجة الضوئية هي لوندا في الفراغ سرعة انتشار الضوء هو 3.10 أس 100 متر بر سكون. دونك لون هذا الضوء هل هو أحمر أخضر أصفر أزرق أم كل أجوبة أعلاه غير صحيحة. دونك هنا باش نجاوبوا على الآخر يكفي أننا نحسبوا هذا طول هذه الموجة وكنعرفوا المجالات ديال طول الموجة بالنسبة لكل لون ديال الضوء سي بون. دونك باش نحسب طول الموجة يكفي اننا نديروا لا غولاسيون ديال كنعرفوا بان سي يعني لا في تي سي ايتيغال لوندا سيغ تي لا سيليريتي يعني سرعة انتشار الضوء في الفراغ كتساوي طول الموجة لوندا اللي هي مسافة مقسومة على لا بيريود الدور تي وكنعرفوا ان ان سيغ تي هي لا فريكونس. دونك لا غولاسيون كتصبح سي لا سيليريتي سي ايتيغال لا فريكونس ان فوا لوندا. دونك لوندا ايتيغال سي سيغ لا فريكونس لوندا ايتيغال لا فيتيس او بيان لا سيليريتي سيغ لا فريكونس. وكدير التطبيق العددي سي هي 3 فوا 10 بويسونس 8 ديفيزي سيغ لا فريكونس 4.5 فوا 10 بويسونس 14 هرتز وغادي تلقى هي 0.6 ميكرومتر. غادي نلقاو بيان سيغ بالمتر وباش نحطها في المجال باش نختار احد الالوان نحولوها للميكرومتر اللي هي 0.6 ميكرومتر. دونك طول الموجه الموافقه لهذه القيمه ديال 0.6 دونك يوافق اللون الاصفر. فاش كتكون عندك لوندا كتساوي 0.6 ميكرومتر هذا المجال يعني ينتمي الى اللون الاصفر للموجه الضوئيه. دونك الجواب الصحيح هو الجواب سي كما قلنا لكم حسبنا لوندا بدلاله هاد سي والفريكونس ثم استنتجنا المجال اللي كينتمي ليه هاد اللون اللي هو الاصفر. غير انا بالنسبه لي زابليكاسيون نيميريك يعني غير مسموح في استعمال الاله الحاسبه وبالتالي التلميذ خصو فاش كيكون كيبريباري خصو يراعي يعني كيف يعني خصو يخدم عقلو يدير واحد الحساب الذهني باش يلقى التطبيقات العدديه بسهوله. و بارفوا في لي دوني الا رجعتي لي دوني الفوق راه غادي تلقى كيساعدك بعض التطبيقات العدديه المعقده راه كيعطيوها لك واجده باش ما تحصلش. لا كيستيون 4 فوالا نويدة اليود 131 في لو نومبر دو ماس اشعاعية النشاط بيتا موان سو فورم ديال الالكترون 0-1 ثابتة نشاطها الإشعاعي لوندا إيغال 9.92 فوا 10 بويسونس موان 7 سكوند موان 1. دونك عمر نصف هاد النويدة تي أن دومي هو 280 ساعة هاد أش هي ساعة أو 280 يوم أو 808 يوم أو 193.92 ساعة. أنا نساو واحد الوحدة هنا راه الساعة وبيان كل أجوبة أعلى غير صحيحة. دونك كاينة واحد العلاقة إلا رجعنا للدرس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بليتو الى رجعنا للدرس ديال ديكرواسونس راديو اكتيف التناقص الاشعاعي راه شفنا في الدرس ديالنا واحد العلاقه كتربط ما بين لوندا والتي ان دومي سي بون. عندنا بان التي ان دومي ايغال الين دو سيغ لوندا تي ان دومي ايغال الين دو سيغ لوندا. كاع التلميذ اللي تالف في هذه العلاقه غادي يشوف الوحدات خصو يكونوا وحدات هوموجين يعني متجانسه لوندا بسكوند موان زان تي ان دومي اون سكوند الوغ الين سونز يونيتي دونك الين دو سونز يونيتي تكون في البسط ولوندا تكون في المقام حيت سيني سكوند موان زان باش الا طلعنا سكوند موان زان البسط تولي سكوند اللي هي الوحدة تي ان دومي. دونك فوالا تي ان دومي ايغال الين دو سيغ لوندا وكندير التطبيق العددي سي الين دو سيغ 9.92 فوا 10 بويسونس موان 7 اللي كتعطينا تقريبا
193.92 R. دونك الجواب الصحيح هو الجواب دي. يعني حنا في التطبيق اكزاكتومون غادي نلقاو 194 اللي هي تقريبا 193.92 حيت كان ماجوري هاد القيمة هادي. سي بون دونك لا ريبونس جيست هي دي. لا كيستيون 5 النشاط الإشعاعي لعنصر الأورانيوم لو نومبر يعني البروتون ولا لو نيميرو اتوميك زيد 92 في نومبر دو ماس ولا نومبر دو نيكليون 238 اذا من نوع الفا سي بادير سوف فاش كيديزانتيغرا كيتفتت كيعطينا احد النويدات المتولده التاليه زائد نواه الهيليوم لان من نوع الفا. اذا باش نعرفوا شنو هي النواه المتولده كنديروا لا رياكسيون ديال ديزانتيغراسيون يعني معادله التفتت. دونك الاورانيوم 238 92 يتفتت سام اش كيعطينا؟ كيعطينا اكس ازيد اكس هي احد النواه المتولده زائد الهيليوم اللي عنده في زيد جوج اوف ا 4. كندير قانون صودي لا لوا صودي. دونك لا لوا صودي غادي نلقى بان 238 كتساوي ا بلس 4 حيت 4 ديال الهيليوم. الوغ ا الى حسبتيها غادي تلقى 234 ا لو نومبر نيكليون بيان نومبر دو ماس ايتيغال 234. بالنسبه لانخفاض العدد الذري الزائد غنلقى 92 كتعطيني كتساوي 90 زائد 2 2 هو العدد الذري الزائد للهيليوم. دونك زيد ايتيغال 90 هي سي بادير 90. دونك ا 234 زيد 90 دونك اكس هي دوتوريوم تي اش هي اللي عندها في ا 234 اوف زيد 90. دونك الجواب الصحيح هو بي جواب ب مزيان. لا كيستيون 6 سعه المكتف المكافي لتجميع مكتفين سعتهما سي 1 و سي 2 مركبين على التوازي اون باراليل هي واش سي 1 فوا سي 2 ولا سي 1 بلس سي 2 ولا سي 1 بلس سي 2 سور لو برودوي دي كاباسيتي ولا لا ديفيرونس دي كاباسيتي سي 1 و سي 2 ديفيزي سور لو برودوي دي دو كاباسيتي او بيان كل اجوبه اعلى غير صحيحه. دونك هنا غادي نشوف نوع التركيب. التركيب على التوازي اذا فاش كيكون عندك مكتفين مركبين على التوازي فاش كتبغي تحسب سي ايكيفالون يعني لا كاباسيتي ايكيفالون ديال هاد السيركوي اون باراليل يعني دو كوندونساتور برونشي اون باراليل. دونك سي ايكيفالون ديالها هي سي 1 بلس سي 2 سي بون سي 1 بلس سي 2. دونك لا ريبونس جيست هي لا ريبونس بي. وكان عطاونا يعني المونتاج اون سيري تركيب على التوالي غادي يكون 1 سور سي ايكيفالون ايغال 1 سور سي 1 بلس 1 سور سي 2 مي بويسك التوازي دونك سي سي 1 بلس سي 2. هذه بالنسبه لاسوسياسيون دي كاباسيتي ديال لي كوندونساتور. بالنسبه بوسيبل يعطيك في التمرين راه كتحط بعض الخطرات ردوا بالكم بالنسبه لاسوسياسيون دي ريزيستونس دي كونديكتور اوميك يعني تجميع الموصلات الاوميه كيكون دائما العكس ديال لاسوسياسيون دي كاباسيتي. مثلا الى عندك جوج ديال موصلات أومية ذات مقاومة R أو R2 مركبين على التوازي فاش تبغي تحسب R إيكيفالون كدير 1 سيغ R إيكيفالون إيتيغال 1 سيغ R1 بليس 1 سيغ R2 يعني العكس ديال لي كاباسيتي. ولكن في التركيب على التوالي لي دو كونديكتور أوميك مركبين على التوالي فاش كتبغي تحسب لا ريزيستونس إيكيفالون سي سي 1 بليس سي 2 على التوالي. مي لي كاباسيتي على التوازي هي سي 1 بليس سي 2 وعلى التوالي 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. R double comme 1. Donc la réponse juste est B. Voilà. La question 7. A Dolchas, l'inawas marine est un min nabid raksi la fatuhu ghair mutasila wa kutlatuhu muhmala wa min jusm sol kutlatuhu M qui sait 2,5 kg yani atawna taur wa T qui sait 0,5 secondes. دونك صلابة هذا النابض هو 8.37 نيوتن بار متر 400 نيوتن بار متر 35 نيوتن بار متر ولا 35 نيوتن. بعد هذا لا حساب راه غادي نحيدو هاد لا ريبونس دي سي فوس. علاش؟ حيت ديجا لا غيدور يعني صلابة النابض الوحدة ديالها هي نيوتن بار متر. منين جات هاد صلابة النابض؟ عندنا لا طونسيون دو روسور تي ايتيغال كا فوا دلتا ال. دلتا ال هي لا لونجمون دو روسور الوغ كا لا غيدور ايتيغال تي يعني لا طونسيون ديال لو فيل بليتو لا طونسيون دو روسور سيغ دلتا ال. لا طونسيون دو روسور اون نيوتون دلتا ال اون متر الوغ لينيتير سا تكون نيوتون بار متر او بيان نوتن في متر موان زان. دونك لا ريبونس كاينه بارمي لي تخوا ا بي اي سي سي بون بوسيبل تكون والاجوبه اعلى غير صحيحه. دونك كنديرو ان بتي كالكول
كنعرفوا بان البيريود تي ديال النابض كيساوي في الغولاسيون ديالها، راه شفناها فاش درسنا لي زوسيلاسيون ميكانيك لو بوندول ايلاستيك، شفنا بان تي ايتيغال دو بي فوا غاسين دو لا ماس سور لا ريدور. جو ريبيت، لا بيريود تي ايتيغال دو فوا بي غاسين ديال لا ماس ديال لو كور اتيدي سيستيم اتيدي سور كا لا ريدور تا. دونك حنا بغينا نحسبو كا. الوغ غادي تولي غاسين ديال ام سور كا ايتيغال تي سور دو بي. باش نحيد الغاسين نرفع لو تو او كاري. دونك غاسين ام دو لا ماس غاسين دو لا ماس سور كا لو تو او كاري، الكاري كيحيد لك الغاسين كتولي لا ماس سور لا ريدور كا ايتيغال تي سور دو بي لو تو او كاري، هي تي او كاري سور 4 فوا بي او كاري. دونك ام سور كا ايتيغال تي او كاري البيريود او كاري ديفيزي سور 4 فوا بي او كاري. من تما غادي نجبدو كا لا ريدور كا. دونك لا ريدور كا ايتيغال la masse fois 4 fois pi au carré divisé sur t au carré. On dirait que c'est la haide. Il y a juste facile comme ça. Il y a la masse, 4 fois 4, 4 fois pi au carré, c'est près de pi au carré, c'est 10. Puis pi, il y a 3 fois 14, la raison est au carré, c'est près de 10. Donc, ça va être 10. Donc, on a fait les données, il faut que toujours pi au carré est égal à presque 10. كتقسمها على تي او كاري اللي هي 0.5 لو تو او كاري. ما عندك ما تحول لا ماس بالكيلوغرام او لا بيريود بالسكون. الا حسبتي مزيان غادي تلقى 400 نيوتن بار متر. سي بون دونك لا ريبونس جيست سي بي. لا كيستيون 8، تتراوح تردد الموجات الصوتيه المسموعه من طرف الانسان بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز، دونك طول الموجه يساوي، واش لوندا كتكون محصوره ما بين 16.5 متر و 1.65 في 10 ناقص 3 سنتيمتر، ولا 16.5 متر و 16.5 في 10 ناقص 3 متر، الى غير ذلك. دونك او كل اجوبه اعلى غير صحيح. دونك كنديروا ان بتي كالكي. دونك هنايا ديجا قالوا لنا بان الفريكونس كيتراوح ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. الو غادي ندير ان، ندير واحد المتراجعه ان اصغر من او يساوي 20 كيلو هرتز واكبر من او يساوي 20 هرتز. وهاد 20 كيلو هرتز نحاول نحولوها لهرتز باش تكون نفس الوحده. دونك لا فريكونس ان سي انفيريور او ايغال 20 فوا 10 بويسونس 3 هرتز اللي هي 20 كيلو هرتز، اي سوبيريور او ايغال 20 هرتز. صافي. وهاد الفريكونس ان ممكن نعوضوها بلا فيتي سيغ لوندا. كنعرفوا بان لا فيتيس اش كتساوي، هي لوندا فوا لا فريكونس ان. الوغ لا فريكونس ان ايتيغال لا فيتيس سيغ لوندا. دونك فهاد المتراجعه اللي حطيت غادي نعوض الفريكونس بلا فيتيس سيغ لوندا. الوغ لا فيتيس سيغ لوندا صغر من او يساوي 20 في 10 اس 3 هرتز وكبر من او يساوي 20 هرتز. سي بون مزيان. لا فيتيس غادي نديوها للطرفي ديال ولا غادي نقسم، يعني هاد المتراجعه هادي غادي نحاولو نقسموها على لافيتيس ولا نضربو لي تو نضربو في لافيتيس. شنو كتولي؟ كتولي لوندا، تبع معايا مزيان، لوندا محصور ما بين غادي نضربو في ان سيغ لافيتيس. هاد المتراجعه اللي عطينا نضربوها في ان سيغ لافيتيس، كتولي لوندا محصوره ما بين، يعني تكون صغر من او يساوي لافيتيس سيغ 20 هرتز وكبر من او يساوي لا فيتيس سيغ 20 فوا 10 بويسونس 3 هرتز. يعني الا شفتي المتراجعه تقلبات، فهمتي؟ لوندا محصوره ما بين لا فيتيس سيغ 20 هرتز، يعني اصغر من او يساوي لا فيتيس سيغ 20 هرتز واكبر من او يساوي لا فيتيس سيغ 20 فوا 10 بويسونس 3 هرتز. سي بون فوالا. دونك الى درنا ان بتي كالكيل غادي نلقى بان لوندا اصغر من او يساوي 16.5 سنتيمتر، اللي هي هادي 16.5 سنتيمتر، واكبر من او يساوي 1.65 في 10 اس ناقص 3 سنتيمتر، عفوا متر. اذا نجاوب صحيح. اعيد اعيد اعيد، لوندا اصغر من او يساوي غادي تلقى 16.5 سنتيمتر هي هادي، واكبر من او يساوي 16.5
فاصلة خمسة في 10 ناقص 3 سنتيم. إذا الجواب الصحيح هو سي. La réponse سي. Exact. La question 9. نواتان من الهيدروجين H1N يدمجان كيوقعهم واحد la fission ويعطيان نواة دوتيريوم H1-2. والجسيمة هذه الجسيمة هل هي بروتون إلكترون بوزيترون نوترون أو كل أجوبة أعلى صحيحة. هنا كنديرو هني معادلة الاندماج رياكسيون دو فيسيون. الاندماج ولا فيسيون والانشطار ولا فيزيون. دونك دابخي لا رياكسيون دو فيسيون H1-1 بليس H1-1 حيت قالوا لنا بأن جوج ديال نواة الهيدروجين كيندمجوا بعضياتهم H1-1 بليس H1-1 كوم دو رياكتيف كيندمجوا شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا الدوتوريوم H2-1 بليس واحد لا بارتيكيل واحد الجسيمة XAZ. دابخي لا لوا تسودي ممكن تعرفوا على هاد لا بارتيكيل سي بون. دونك هاد لا بارتيكيل غادي تكون عندها في A0 دابخي لا لوا تسودي وغادي تكون عندها في Z بليس 1. دونك شنو هي لا بارتيكيل اللي عندها في A0 اوف زيد بليس 1؟ سي لو بوزيترون E01 عكس الالكترون اللي كيكون E0 اوف زيد موان 0. دونك سي لو بوزيترون جسيمة هي البوزيترون. الجواب هو سي. لا كيستيون 10. نعتبر نواة ممثلة ب اكس ا زيد متكونة من زيد بروتون و ا ناقص زيد نوترون لأن عدد النويات ا كيساوي زيد زائد ان يعني عدد البروتونات زائد عدد النوترونات. الوغ عدد النوترونات هو ام وان زي. نعبر على كتلة هاد النواة ب ام دو اكس وعلى كتلة البروتون ب ام دو ان لا ماس دي نوترون. دونك اختار العلاقة الصحيحة. هل كتلة هاد النواة اصغر من اصغر يعني قطعا من زيد يعني لو نومبر د البروتون فوا لا ماس د البروتون زائد ام وان زيد اللي هي لو نومبر د النوترون فوا لا ماس د النوترون ولا m دو x كيساوي z فوا mp زائد a موان z فوا mn ولا m دو x اصغر من z فوا mp زائد m دو n ولا dm دو x اكبر من z ديال لاماز البروتون زائد a موان z فوا لاماز النوترون. دونك كنعرفوا بان كتله النواه دائما كتكون اقل من كتله نوياتها متفرقه يعني فاش كتكون نواه مجموعه الكتله ديالها كتكون اقل من كتلة نوياتها يعني مجموع النويات وهي متفرقة. وإلا قصد النويات كنقصدوا بها عدد البروتونات يعني زيد فوا لا ماس دي بروتون وعدد النوترونات فوا لا ماس دي نوترون. دونك الجواب الصحيح هو أ لأن كما قلت لكم كتلة النواة لا ماس ديال إكس دايما كتكون انفيريور للمجموع ديال كتلة نوياتها وهي متفرقة. دونك لا ريبونس جيست هي أ. فوالا كل هذا ما يخص يعني 10 الاسئله ديال الفيزياء. دائما كل تمرين كيحطوا عليه 10 الاسئله مثلا 10 الاسئله في الفيزياء 10 الاسئله في الكيمياء 10 اسئله في الرياضيات و10 الاسئله في علوم الحياه والارض. الامتحان كيتحط باللغه العربيه وكتلقاو ايضا مترجم باللغه الفرنسيه بالنسبه يعني لي زيليف اللي قراو بيوف. دونك خليكم اون كونتاكت معايا في لا بريزونطاسيون بروشين ان شاء الله غادي نحاول نتطرق الى تصحيح مادة الكيمياء وغادي نناقش عاوتاني لي زاستيس اللي كيتحطوا في الكيمياء. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.